علامة الصح التي اتخذها التيار الوطني الحر شعارا له إلى جانب اسم التغيير والإصلاح، يبدو أن الحملة بدأت داخل التيار نفسه بعد أكثر من عقد من الزمن من دخوله السلطة وسياسة المحاصصة التي كان يعرضها دائما. إلا أن قرار المحكمة الحزبية طرد 4 من أبرز الناشطين يبدو للبعض أنه تغيير حقيقي لكنه بعيد عن الإصلاح. ونحن عم نقول أنه إذا كان شحتنا من التيار بيرجع بيعود تصويب الأمور فنحن ما عندنا إشكالية، وإنما غير ذلك نحن جزء لا يتجزأ من هذا التيار وأعضاء بهذا التيار، لهيك كنا عم نجرب نحارب من جوا بكل ما أوتينا من قوة من أجل تصحيح الأمور، وإنما ما يبدو تأخذ القرار بفصلنا ربما تيسكتوا الباقيين أو ربما في اعوجاج ما بده يتصحح. يعني فعليا ممكن هذا القرار يؤدي إلى تداعيات، نشوف انقسامات داخل التيار؟ عم اقول لك مش نحن رح ندعي هذا الموضوع اذا استمرت القياده الحاليه على هذا النهج. ان شاء الله يضل في عندنا تيار. لجنه الاعلام في التيار الوطني الحر اكدت في بيان لها ان المجلس التحكيمي اصدر 4 قرارات قضت بفصل كل من نعيم عون وزياد عبس وانطوان نصر الله وبول ابي حيدر من التيار لثبوت ارتكابهم بشكل علني وفاضح مخالفات متكرره تتناقض وابسط قواعد الانضباط الحزبي على الرغم من التنبيهات. وقالت اللجنة إن التيار ينبه الملتزمين كافة من التداول بالشؤون الحزبية الداخلية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية. كل واحد حر يحكي البدير، في آليات عم تتنفذ، في نظام داخلي عم يتطبق، في ناس معنيين بالموضوع بيعرفوا إذا في استئثار أو لا. أنا أكيد بقول ما في استئثار لأنه العملية الديمقراطية جارية على أكثر من مستوى. التيار البرتقالي يشهد أيضا صراعا على مواقع النيابية، إذ يشهد يوم الأحد انتخابات تمهيدية داخلية كمرحلة أولى من الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل. وفي غمرة هذه الاستحقاقات وردت أسماء بعض النواب الذين قد يشملهم قرار الفصل أو تحجيم لمواقعهم. حد هلأ نية ما حدا بلغني شيء، سمعت أنه محولين محكمة تحكيمية وبعدين فصلت. يعني في بعض الناس بدي أقول لك الهامشيين، أنا بعتبرهم في بعض الناس الهامشيين اليوم يمكن بالنسبة لهم هذا حلمهم أنه نبيل الأولى يبطل في التيار. هل يمكن اليوم يعني في تصفية حسابات بعض الانتخابات البلدية؟ في قرار مركزي أنه النائب والوزير في بلده كلمة الفصل له، يعني نقطع السطر. حاجهم بقى اليوم بعض الطفيليين وبعض المشعوذين يعني بالسياسة بدهم يحطوا انه نبيل الأولى اشتغل ضد التيار. هل هناك محاولة لشخصنة التيار؟ ليك بعتقد التيار منه شخص، التيار فكر. مشان هيك بقول لك انه كل شخص فينا حامل هالفكر هيدا، كل شخص فينا بيعتبر حاله انه هو فكر ميشيل هون. مشان هيك صعب كتير انك تختصره بشخص. صراع الأجنحة داخل التيار بدأ يظهر إلى العلن مع الانتخابات البلدية، وعد المعترضين من أبناء هذا التنظيم فإن القابل من الأيام سيحمل عددا من المفاجآت التي لن تكون في مصلحة القيادة الحزبية، في حين تؤكد أوساط القيادة الحزبية أن المجلس التحكيمي مستقل وأن أحدا لم يتدخل في قراراته. باسل العريضي، قناة الجديد.